حكي مع الجيش وكنت انا ماني بالفوق، وقال لي هذول مين وكذا، قلت له فلان وابدا صدرهم انهم مبروكين عليك اذا في اي شيء. انا المهم بعد ما جاء جيب صاريج بيجي جماعه من الثوار بدهم هني ثوار اكور، طلعوا لهم شي 200 شخص اجوا لعند الجيش. انا هيك حكوا لي، انا ما كنت كيف بتاخذ البنزين، نحن بدنا البنزين وكذا، بيشيل الجيش بيعبي صهريج بنزين 7 8000 لتر ما بعرف قديش، وبيترك بالخزان قيمة شي 10 سنت او 15 سنت، وكان في قوة من الجيش موجودة وكل شيء. واجوا الثوار صاروا يعبون ياخذون، اول شيء جابوا صهريج ما قدروا يسحبوه من الخزان، صهريج لونه ابيض ما بعرف لمين المنطقة منهم فوق، الثوار جابوه ما قدروا يسحبوه، قام راحوا صاروا فتحوا السكر صاروا يعبوا بالجالون، وصارت عجقة طويلة عايدة ويختلفوا ببعضه ساعة يتزعلوا يتقطوا ببعضهم ساعة يرضوا. المهم ظلت المشاكل تيل ودق وصل انه بعضهم بعض، يعني الثوار لا انت اخذت جالون لا انا ما اخذت جالون ما اعرف ايش، اخر شيء بيختلفوا ببعضهم. مش على الخزان هون مشيت، في واحد منهم بيشيل بيحط سيجارة بقلب الخزان وبيفعل الخزان، وهذا في تسجيل على الام تي في اذا تسمعوه من المستشفى، شهيد عيان، شهيد عيان هو عم يحكي، عم تسأله مذيعة الان تي في عم تقول له كيف صارت القصة، قال لك هيك هيك صار في تلاسم او اشكالات، بيشيل واحد معروف بيشيل سيجارة بيحطها بالخزان ساعة، بيقولوا والله بعد فترة بيقولوا لا ابنه لصاحب الارض هو اللي اجى قواص، انا سلاح ما عندي سلاح ببيتي، بيروت الصيد حياة امي مرت على الصيد، ابني يمكن بعد الاول بيروح هو ورفيقه على الصيد بس ما بعرف اذا بيروت الصيد ما عندي، فرد كبسون انا بحياة امي ماني مقوص ضرب رصاص، فرد كبسون ماني مقوص. حدا يتحدى اي انسان اذا بيقول لا هيدا عم يكذب، ولا بحمل فرد ولا بروح ولا بيجي، ويمشي انا بالليل وبالنهار على شغلي، كل العالم تفكرني انه انا معي سلاح ماشي بالليل، لا انا ما بمشي ابدا الا بتكل على الله وبمشي. بقى يا اويدي حرقتولنا الشحونة والجيش كان واقف ما يتفرج، حرقتولنا البيت، حرقتولنا البيكبات والسيارات، يعني انا شو اعمل؟ هذا الشيء ما له علي. وانا اليوم الصبح حكيت مع بيو علي الفراج على التليفون وقال لي قلت له يا عمي هيك بيعمل عليه،